هذا البلوغ هو. الخدمة ديالها تبارك الله كيدايره ما شاء الله، داك الشيء الفن اتقان وفيها حتى الظهر ديالها، ها هو الظهر ديالها شتي. الظهير ديالها. السلام عليكم المتابعين ديالنا اللي تتابعونا من قريب ومن البعيد، دخلوا شاركوا معنا ديما التخفيضات. المهم ناظرين ديالنا القنيطرة خبازات شارع الأتواب، المهم شارع ديال التواب الزنقة 30، السبيطار المحل الأول المحل الثاني. هذه الدخلة ديالنا باش معروفين، ديما السلوع الحمد لله اللهم بارك، وديما التخفيضات. اليوم ها المفاجآت، الصاري منبت بالحجر والطرز وفي التول، شي حاجة اللي زوينة وارتيكل. هذا اللي في الماكار اللون الاول، وعاد باقي الالوان وعندنا باقي الموديلات. ممكن نوريكم الموديل وتشوفوا الخدمه كي دايره وما تقطعوش، راه باقا نطلق لكم ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا اعزائي المشاهدين ومرحبا بالناس المتابعين اللي تتابعونا. ثاني ديما التخفيضات، اما نسالوش مع التخفيضات باش كلشي ان شاء الله كلشي يلبس مع راساتو، كلشي يتبرع مع راساتو، كلشي يستافد من التخفيضات. المهم على ايه هذاك السلعه اللي كنحطيت، راه تباعوا منا شي حوايج بالناس اللي شي اللي شي راسلو تيقول لك فين هي هذه، حيت اللي باقي راه صورته، اللي بغى شي واحد يشوف التصاور مرحبا به. المهم اللي باقي راه بقات واحد الكميه قليله، ودابا ان شاء الله حنا في واحد ثاني واحد ارتيكل اخر وشي حاجه زوينه، ولكن زاد شويه الثمن ولكن دايرين فيه تخفيض مزيان، هذا هو اللي كاين. المهم اول حاجه اللي تتفرج في هذا الفيديو ما ينساش بارطاجي مع العائله ديالو، حيت فيه واحد التخفيض زوين، وبارطاجي وريك واحد لابوني باش تعرف ديما وصول جديد. السلام عليكم وتفضلوا معنا. هذا الصار بارك الله، الصار ديال التول وفيه فيه الكمام، فيه الظهر ديالو، فيه كاع هانا وكرب القفطان ديالو. انطلق لكم حتى القفطان تشوفوه، علاش نطلق لكم حتى القفطان، هو كاين شويه هاد الفيديو نطول عليكم. تبارك الله في الخدمه والاتقان. هانتوما يا الخدمه ديالها كيفاش تكون، الزواقه ديال لادخان، وهنايا كما كنقولوا الصدر. هانتوما يا الخدمه ديالها كيفاش، من فيها الكمام، الكمام ديالها نوريناكم على هادو الكمام ديالها، كميمات وكاينين المضمه ديالها، ممكن عطا الله ما يدار فيها. والثمن حق الثمن، الثمن تنساو الثمن 700 درهم بالكرطينه ديالها، ها هي توصلك حتى للدار. والحرير المزيان، تنديروا الحرير المزيان ما تنديروش الحرير العادي، والكرطينه ديالها هي هذه كل حاجه مع الكرطونه ديالها. المهم 14 فريال، راه ما ديال الثوب ما ديال الحرير ما ديال، المهم ثمن مناسب. والباطا معاه الباطا ديالها، حنا درنا كادو معاه الباطا. هذا الشيبي ديالها، تقول لكم الشيبي تشوفوه، راه قلت لكم 700 درهم 14000 ريال، صاري منبت بالحجر وفيه الطرز والعقيق. هذاك الشيء بصراحه نحقو طريقو، درنا لهم التخفيض، درنا لهم التخفيض للعرايس للحضور اللي، والصراحه راه الثمن راه مناسب، الثمن راه مناسب بالنسبه للخدمه والاتقان. شوف تبارك الله كي دايره بلاش ها.
تبارك الله. الخدمه هذه بحال هكايا، هذه خدمه ديال الصدر وبياسة مخدومة منبت بالحجر، والثمن 700 درهم، 14 ريال. وعاد فيها تاني الكمام ديالها، فيها المضمة ديالها. مرحبا، فيها المضمة ديالها، فيها الكمام ديالها. المهم هذا الشيء بدوزناه. هذا شوف تبارك الله كيدير هاد الغوز، غوز صراحة كما خلاوها ناضي والله. إلا بياسات زعما راه صراحة، وجيت تبيعو بأثمنة، المهم في محلات خرين بأثمنة صراحة بالتمام. ولكن حنا درنا لهم هاد البرومو، درنا لهم هاد التخفيض هذا، باش إن شاء الله كلشي يستافد معانا. هانتوما هذا الغوز تبارك الله ما شاء الله. شوف 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 الخدمة، الكول هنايا الصدر، وفيه مضمة ديالو، فيه كما تنقولو هذا فيه الظهر ديالو، حضر كل لون، والزواقة ديالو، والشكل ديالو، والطرز ديالو. المهم حنا درنا لهم ثمن واحد، هادو 14 ريال بالباطا ديالها، بالقميص ديالها. ما كما تنقولو حنا المهم المستفيد الأكبر عندنا حنا هو الكليان ديالنا اللي تتابعنا واللي تيتيق فينا. راه مرحبا بيه، راه السلعة راه خداوها الناس ووصلتهم صراحة، راه بلا ما نعنزكو راسنا. الثمن ديال هاد الثمن ديال هاد الموديل هذا ديال الصاري منبت بالحجار، ولا كيما تقولوا فيه الطرز وفيه الخدمه، راه ثمن صراحه راه خيالي. 14 ريال صاري تدي بالباطا ديالو، بالقميص ديالو، بكلشي ليه، راه الصراحه ثمن مناسب. وما عليكم غير تبارطاجيو مع الحباب ديالكم، واللي اول مره دخل يبارك عليك ابوني، باش تعلي وصل ديما جديد. هذا شاو غنطلقوا لكم. ها الخدمة، وعاد الخدمة ديال كما تنقولو لي حنايا ديال الصدر، ها طويلة باش غادا الخدمة. علاش نشرح لكم مزيان باش تشوفو حتى الخدمة ديال التحت، ديال هنا الجلايل الصدر. المهم في هاد الظهر ديالها فيها الكمام. المهم اللي بغيتو مرحبا بكم. والثمن راه الثمن راه صراحة راه كيما تنقولو حنايا كادو، الثمن كادو. و هدا الصومو هدا شاهو زوين. تبارك الله الصومو كي داير ما شاء الله، في خدمة في هذاك الشيء زواون. والتول هذا منبت في التول وبالحجر، هذاك الشيء اللي زواون صراحة. والثمن الثمن راه 14 ريال، راه بالباطا ديالها كل حاجة، والباطا ديالها. هذا المسكي العرايس صراحة، الحضور هذاك الشيء الوين صراحة ديال دوين ديال العرايس صراحة مزيان. نطلقو عليكم ها الخدمة. شوف تبارك الله، شوف تنبات لحقو وطريقو صراحة، تنبات لحقو وطريقو. هادي خدمة ديال الصدر، هذه في البلونكا بحال تقولوا مسكي شويه. هذه البلوغوا، ها شوف الخدمه كي دايره في البلوغوا تاعنا، راه كل لون وفيه الخدمه ديالو، راه ماشي سيري واحد. هادو درنا لهم حنايا كما تنقولوا سولد، درنا لهم واحد التخفيض، درنا لهم واحد الثمن. هادو راه كانوا يشبهوا واحد الثمن خيالي صراحه، ماشي خيالي، ولكن واحد الثمن لا باس به كما تنقولوا، تتباع ب 1500 1300. حنا درنا لهم الثمن
700 درهم بالباطا ديالها بالقميص ديالها ديال حتى شي حاجه، ولكن حنا عندنا الاهم كامل هو الكليان يستافد معانا. اللي خدا شي حاجه مرحبا بيه وبالصحه والراحه، حتى الا ما خداش يبارطاجي مع العائله ديالهم باش يستافدوا من العرض هذا. سخفنا المصور ديالنا والله الا سخف مسكين. اسمح لنا السي سفيان. مرحبا. الله يحفظك، اسمح لينا. هذا البلوغ هو. ها الخدمة ديالها. تبارك الله كي دايرة، ما شاء الله داك الشيء الفن. إتقان. وفيها حتى الظهر ديالها. ها هو الظهر ديالها، شتي؟ الضاير ديالها وعاد الكمه ديالها وبالباطا ديالها وصحتها اللي خداتها. واللي دخل الفيديو عندنا مازال ما شاف هذوك البرومو ديال 100 درهم ديال 150 درهم في الصارينيت وفي الشبكه يدخل يشوفهم، راه حاطينه بواحد الثمن صراحه، ربما تبانو شي حاجه تما تعجبو. المهم حنا ما علينا، نزيدو نوعيو. ها شوف تبارك الله كيدي، هادي خدمه خفيفه فيها، حتى هي راه فيها المضمه ديالها وفيها الكميمات ديالها. تبارك الله فيها خدمه نقيه وتتامل راس صراحه زوين. هانتوما نعاود تشوفو كلشي مزيان. هذا الكول شتي كيفاش، هذا الكول ديالو بقاو دابا جوج الوان. هذا واحد الصومو تا هو زوين بارد. اسمح لي تبارك الله. انا قدي لها الخدمه ديالها وصراحه في خدمه نقيه وعاد الكمام ديالها، وهذا هو اخر لون. اخر لون هذا. المهم خدمه الكره هي، و كما شنقولوا عليكم بارطاجيو بارطاجيو مع العائله ديالكم. وما راه شفتوا ورينا لكم تقريبا راه كاين شي تقريبا راه كاين واحد 10 البياسات هنا ولا 11 بياسه. المهم راه الثمن راه عرفتو، ومرحبا بكم. راه الباطا ديالها وراه الثمن صراحه راه كادو، الثمن راه ماشي ديال لما. المهم حنا درنا سولد، المهم اهم حاجه هو يستافد الكليان. ومرحبا بكم والسلام عليكم، الله يسخر الجميع.